جينسينغ هي مجموعة جديدة من أوريجين خاصة لبوتيكات بتحتوي على ترطيب عالي، طاقة ونضارة بسبب الجنزبيل، كافيين والفيتامين سي. أول بارت وأهم بارت هو الغسول يلي بيحتوي على حبابات صغيرة من الجوجوبا حتى تشيل الخلايا الميتة، تنظف المسامات كتير منيح خاصة إذا عملتوها بطريقة دائرية حتى تنظف المسامات من جوا. ما تنسوها استعملوه صبح ومساء. يلي ما بيعرفوا أكتر مرحلة البشرة بتحتاجها هو الماسك، لأنه بيعطي نضارة وترطيب فوري للبشرة، سو ما تنسوه. ونصيحتي لإلكن، الماسك اللي بدكن تستعملوه على وشكن تحطوه مينيموم 7 دقايق. نقطة هالقد بس ممكن تعطيكن ترطيب عالي، إضاءة وطاقة لبشرتكن بسبب النياسينامايد، الفيتامين سي، الجنزبيل والكافيين. ولا مرة تنسوا الرقبة. أما كريم العيون يلي بيحتوي على لونين حسب لون بشرتك هو لتخفيف الهالات السوداء، زيادة النضارة حول العين بسبب النياسينامايد، الفيتامين سي، الجينسينغ والكافيين، بالإضافة للمينرال أوبتكس يلي بيعكسوا الإضاءة وبيخلوك فريش. ونصيحتي لإلكن، ما تقربوا الكريم كتير حول العين حتى ما يدخل على قلب العين ويتعبها. هيدي المناطق هي المناطق اللي منحط فيها الكريم. وبريحة المزهرية اللي موجودة فيهم ممكن تتنشقوا 3 مرات بالريحة اللي بعدها موجودة على إيدكن and relax.